الصبار، استاذ القانون العام للعلوم السياسيه بكليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه عين شق الدار البيضاء. ايضا كما تعلمون المناسبه شرط، والمناسبه اليوم هي ذكرى يعني ثوره الملك والشعب. نحتفل كمغاربه قاطبه اليوم بالذكرى 70 لثوره الملك والشعب، الثوره التي قادها يعني جلاله المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله تراه بتنسيق مع الحركه الوطنيه. هذه الثورة التي اندلعت شرارتها سنة 1953، خصوصا بعد نفي جلالة الملك محمد الخامس هو وأسرته الكريمة إلى منفاه، حينها يعني هذا المنفى لم يعدل جلالة المغفور له محمد الخامس على إكمال مسيرة توحيد المغرب وتحريره، هو ما قام به بتنسيق مع الحركة الوطنية التي يعني قادت بمعيته هذه المعركة، والتي أدت في النهاية يعني إلى تحرير المغرب من المستعمر، سواء المستعمر الفرنسي أو المستعمر الإسباني. عبد اللطيف مسكفي، رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية الاجتماعية بمقاطعة عثمان. تحل يوم غد 20 غشت 2023 ذكرى 70 لثورة الملك والشعب، وهي مرحلة أساسية في تاريخ النضال المغربي الذي قاده الملك بتلاحم مع الشعب، وهي مناسبة يوم لإحياء ذكرى عزيزة كما وصفها الراحل الملك الحسن الثاني بكونها الخروج من مرحلة الجهاد الأصغر المتعلق بالانعتاق من الاستعمار والحماية إلى الجهاد الأكبر الذي هو عبارة عن خطة التنمية المنشودة التي نادى بها الملك محمد السادس من خلال تحقيق التنمية على جميع المستويات، ومن خلال مجموعة من البرامج أهمها البرامج المتعلق بالنموذج التنموي الجديد. مناسبة نستحضر فيها أمجاد تاريخ نعتز به كمغاربة، ومن خلال اليوم هذا النشاط اليوم هو مرحلة لتكريم بعض المقاومين ورجال التحرير بمنطقة سيدي عثمان، وكذلك مناسبة لتنظيم الضوء حول ثورة الملك والشعب والتلاحم حول الملكية لتسليط الضوء على مجموعة من المراحل والمحطات الأساسية لتاريخ النضال المغربي، ومن خلال كذلك تعريف بالقضية الوطنية لأجيال جديدة لم تعش تلك المرحلة. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.